السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. السبت والحد الاكلات السريعه البسيطه والهدف منها كالعاده نفس المقدمه، حاجات تكون اسرع حاجه في الدنيا بمنتهى البساطه. ان شاء الله الحلقه تكون سريعه جدا لان الاكلات ممكن تكون اسامي كبيره ولكن هنشوف الموضوع ماشي ازاي. طيب اول طبق عندي النهارده مع حضراتكم ده مقدم من كنور فاين فودز لحضراتكم بمكعبات المرقه. هنعمل بمكعبات المرقه دي النهارده رز كبسه مع فرخه كامله مع حبه لوز لطاف مع حبه بصل محمرين، هنشوف الموضوع ماشي ازاي. والهدف منها هنشوف الطعم جاي منين، هنظبطها ازاي، هنتبل دي كويس قوي الفراخ كويس قوي. عندي حبه بهارات حلوين جدا مشكلين بتوع كبسه مع مكعبات المرقه، ان شاء الله هيكون فيها طعم كويس قوي. عندي كمان الميه السخنه بتاعتي او المرقه بتاعتي هتتعمل بشكل لطيف جدا. طيب الطبق الثاني برده سهل جدا وبسيط، عندي صدور فراخ هنقطعها مع حضراتكم، هنعملها مع طماطم مجففه، ناس كتير جدا بتحبها مع الزيتون ومع المشروم شبيهه للفاهيته ولكن هي مش فاهيته لسه، كمان نحط لها كمان كوسه والكوسه دي تعملها زي طشه، هيبقى الموضوع على مزاج جدا لحضراتكم ودي مقدمه من اصل الحلو. طيب الطبق الثالث هيكون مع حضراتكم برده طبق شوربه ولكن بالخرشوف مع قطع الفراخ والكرفس، ثلاث اطباق ان شاء الله اسهل من بعض. هيطلع فاصل ثم نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم النهارده مع حضراتكم على اطباق تكون لطيفه، الاسامي ممكن تكون كبيره زي كلمه كبسه، هي ولا حاجه، لها كوبايه رز، كعب المرقه، فرخه، حبه بهارات، الموضوع ابسط مما يكون. طبق التاني زي ما قلت لحضراتكم من شويه عندي برده نفس الموضوع، شرايح الفراخ هنعملها بشكل لطيف جدا، وعندي كمان كوسه وعندي خضار هنسويها دي لوحدها الاول، وهنشوي برضو الفراخ بطريقه حلوه جدا. طماطم اللي هي المجففه دي ليها طعم كويس قوي مع زيتون والمشروم وكمان الريحان. والطبق الاخير مع حضراتكم هيكون فكره شوربه الخرشوف مع الفراخ. طيب نبدا مع حضراتكم في اول حاجه ممكن تكون بتاخد وقت شويه في التسويه او في طريقه عملها عامه، هيكون هي طريقه الكبسه. الفكره ان الكبسه دي ممكن تتعمل بكذا طريقه، الطريقه الاولى ممكن بالرز البسمتي، ممكن لو بتحبيش الرز البسمتي نفس الطريقه هتكون بفكره الرز المصري، ولكن هيبقى في فرق بس في فكره تسويه الرز او بمعيار المرقه بتاع الرز. هجيب عندي الفرخه مقطعه على 8 قطع متنظفه كويس جدا، متبله تتبل كويس، وهنشوف واحده واحده مع حضراتكم. عندي كوبايه رز بسمتي عاديه جدا، عندي مكعبات مرقه كنور الخضار او الفراخ، هشتغل النهارده بمكعبات الفراخ بتاعت كنور فاين فودز، والعبوه زي ما حضراتكم شايفينها اللي هي المفروض ان هي قال لك اوفر عبوه في مصر هتكون ب 12 مكعب، هاخد منها مكعبين بس، هنشتغل واحده واحده. طيب الفراخ نبدا بيها الاول، بسم الله الرحمن الرحيم، ونتبلها كويس تتبيله لطيفه اللي احنا بنعملها كل مره مع حضراتكم. طريقه سهله جدا واسهل مما يكون، هعمل كل حاجه بمنتهى البساطه. فلفل اسود تمام، سنه ملح بسيطه، وسنه بهارات او بابريكا لطيف جدا. يبقى عندي سنه زيت، الحله دي اكيد اللي بتسخن فناخد بالنا شويه كده، سنه زيت الاول ونسخن كويس جدا الحله، بعد كده هنبدا نشتغل واحده واحده في تشويح الفراخ، ونتكلم برضو على البهارات. البهارات اللي قدام حضراتكم دي شايفها حماده، البهارات دي قرفه خشب، ليمون ناشف، حبه بهارات كبسه موجودين من عند العطار جاهزين، مش انا اللي عاملهم بصراحه، لونهم باين جدا، فيهم ورق الغار، فيهم حبه حبش تكريات اكيد من عند العطار، مختلفين عن كل البهارات شويه، يعني هتلاقيهم حتى بشكل مختلف. الرز بتاع البهارات لو حابين نغيره او نكسر لونه وعايزين نمشيه مثلا بشكل مختلف النهارده ممكن ببودره الزعفران، اكيد الموضوع هيختلف، ولكن ممكن اضيف حبه بودره الزعفران. بص قد ايه حماده، وحاططهم في حته على البهارات دي شايفها، وراح مقلبهم مع بعض، مش هيبانوا ولكن تعال نشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. شفت ما بانوش اهو، سيبهم بقى شويه ونرجع لهم كمان شويه. طيب تعال نبص على الفراخ نشوف اخبارها ايه. بسم الله نبدا نلسع الفراخ الاول، كده تمام، ونبدا ندلعها ونسيبها شويه تاخد تسويتها ونقلب فيها واحده واحده. بقلب كده بس عشان ما اهريش حاجه وما اخليهاش تلزق مني، ويبقى الموضوع معمول بشكل بسيط. هجيب عندي وانا بشوح الفراخ احط عندي القرفه الخشب دي تديني نفس كويس الاول، من دم يعني نفس الموضوع بتاع البهارات.
والتشويحه دي سببين، السبب الاول ما خلاهاش تجيب مني زفاره، والسبب الثاني هتديني لون كويس جدا وهتفرق معايا كمان في شكل الكبسه. كده اهو قرفه بتدي نفس كويس جدا جدا كمان. وانا شغال عندي بصلايا هنزلها معاهم، اول ما احس ان خلاص خدت الصدمه بصلايا تتحور معاهم شويه، هي والجزرايه بصل وجزر، وبرده نقلبهم شويه. تمام تمام، واضحه جدا الموضوع وبسيط قوي اهو، شايف الكلام عامل ازاي. سيبها سنه برده، عايز تحط اي خضار تاني برده مفيش اي مشاكل، في ناس تحب تحط بسله، في ناس تحب تحط بصل اسمه ده فلفل اخضر حسب النفسنا فيه، ولكن خلينا نسوي بس كده شويه لحد ما ناخد اللون وناخد جزء من التسويه، بحيث لما ننزل الرز يبقى برده الامور فيها نفس كويس. وانا شغال هجيب عندي معلقه من البهارات دي كده شويه غير الرز اللي هحطه لسه، وابدا برضو احور كويس الحله كلها في بعضيها، مش انا اللي احور يعني، احور الحاجات يعني كده. اللون بدات ملامحه تبان، شايف المنظر عامل ازاي يا حماده؟ اهو بدات الملامح تبان اهو. حلو الكلام، كلام جميل. هبدا اجيب عندي الرز وانزل بكوبايه الرز. طيب تقليبتين حلوين كمان اهو، شايف الكلام عامل ازاي؟ اهو كل بساطه، ومدلعها برده وعامل له طاف عشان يبقى ملمعه كده معايا. هاجي عندي دلوقتي لمكعبات مرقه كنور، ادي الابوه عندي ما فيهاش اي صعوبه خالص، وعندي بقيه البهارات بتاعتي، اشيل بس الحاجات دي من قدامي عشان اوصل لحضراتكم واحده واحده. هنعمل ايه؟ انا دايما في المكعبات عندي بحب افرمها او اقطعها الاول، ما اخليهاش كامله. بعض الناس ممكن تحب تحطها زي ما هي وتعملها بايديها كده، انا بقول لست البيت مكعبات كنور هتمشي معاك كويس وكل حاجه، ولكن الافضل لو فرمناها اكنها بهارات. مشيها على هذا الاساس. يعني تمشيها دايما، انا حتى تلاقوني حتى في العادي بحطها قدامي هنا في بوله مفرومين جاهزين. بتدي طعم كده مع اي صوص، مع شوربه طبعا بتعمل لي مرقه لطيفه، يعني الامور بتكون في المعقول. بعمل كده واروح واخدهم كده، شايف الكلام؟ واروح واخدهم كده واروح نازل بيهم على وش الرز اهو، واقلب بقى براحتي خالص لحد ما ادوبهم سنه، واكون مجهز عندي حاجتي واحده واحده. هنا بقى الموضوع يجي بيه فكره المعلقه، نبدا نشغل معلقه شويه تشويحه الرز مع مكعبات مرقه كنور، الخضار طبعا او الفراخ، واللحمه موجوده طبعا اكيد، ولكن ما بحبش احط انا لحمه على فراخ يعني، خلي الامور تكون واضحة شوية اهو. كده الملامح بقت باينة جدا وواضحة جدا. طيب هجيب عندي المرقة بتاعتي او المية بتاعتي وابدأ اكون حريص شوية. طبعا عارفين كالعادة كلنا معيار الرز البسمتي ضعف كوباية. يعني ايه؟ بسم الله. كوباية رز بسمتي قدامها كوبايتين، مش كوباية، كوبايتين. بسم الله اهو كده، على ما اعتقد اللوجيك ان هي بدل ما اتغطت بقت تمام، وواسطا كده الدنيا شوية مع بعضيها وابدأ اجيب عندي كمان معلقة البهارات التانية اللي فيها بقى الليمونة والحركات التانية كلها اهي واجيب عندي حبة ملح بصوت، واعمل حساب دايما ان المكعبات المرقة متطعمة، ما زودش فيها بهارات كتير ولا زود كمان، ما زودش فيها ملح كتير لان هي برضو متطعمة. بص المنظر عامل ازاي، واقلب دايما نقلب الحاجة عشان ما فيش حاجة تركن على حاجه. يعني ايه؟ مثلا بهارات ما اتقلبتش كويس فتلاقيها في طعم الفراخ ثابته شويه، حبه ملح حطيهم قلبيهم، حاجه تكون قدام عينيكي بالمنظر ده اهو. حلو الكلام، كلام جميل. واروح مغطي واروح اعمل ايه؟ موطي النار وسايبه يعيش حياته ويتعايش. منديل صغير كده ورق مكان قبل ما اخش في الطبق الثاني، بحيث برده نبقى شغالين اول باول بكل حاجه. كده اهو نشيل كل الحاجات دي على السريع اول باول. تمام تمام، هجهز عندي حله تانية سخنه عشان اشتغل بيها في الطبق اللي بعده. الطبق اللي بعده عندي فراخ هنقطعها مع رقم دلوقتي وهنشتغل واحده واحده، نوسع نفسنا شويه كده ونشتغل من جديد. نتكلم على الفراخ
بشكل يكون بسيط جدا وسهل برضو اي حد يخش يعمل الكلام ده بكل بساطة. نجيب الكلافز الرطيف ونبدأ نشتغل واحدة واحدة. طيب هجيب عندي نص كيلو من صدور الفراخ كده اهو، ماشي الكلام. الفراخ صدور عادية جدا زي ما حضراتكم شايفينها اهي، شايف يا حمود؟ هقطعها عندي بالطول بالشكل ده، الصدر على ثلاثة. ايه يا عم بتهزر؟ والله ولا حاجة، أنا عايز أعملها النهاردة بطريقة مختلفة شوية عن كل المرات. أه كده أهو، بس طبعا هتستوى كويس يعني، مش هخليها شكلها كبير كده ومش تستوي. أه دي بقى الفراخ دي جواها كوسة وجواها فلفل ألوان وجواها بصل، وليها هتلاقيها ليها تيست كويس جدا ومزاج عالي قوي. أه ده كده أهم حاجة، عملنا كده سنة ملح بسيطة ونتبل ببهاراتنا لطيفة جدا وكمان حبة فلفل اسود، واسيب حاجتي كده متبلة بالشكل ده على جنب اهو الاول عشان برضو تبقى فيها نفس وفيها ريحة كويس. تمام تمام، الحلة تسخن عندي كويس، سيبها شوية لسه ما سخنتش، وبعد كده هبدأ اشتغل بيها واحدة واحدة. طيب اجيب عندي من مرة الناحية التانية طاسة عشان عايز اعمل الكوسة لوحدها في تسوية، بحيث تاخد وقتها واديها بصلاية فص توم، يعني هنشوف واحدة واحدة. طاسة حلوة كده لطيفة كده اهو على النار العالية دي، حلو الكلام. وهبدأ هجيب عندي الأول الكوسة دي اهي حمادة، مع بصلاية مفرومة مع فص توم. هي فين؟ اهو فص توم، حلو الكلام. انت فين يا حمود؟ اهو حاجتك كلها واضحة اهي، مع فص توم مع معلقة سمنة حلوب، حلو الكلام. تمام، وعندي الناحيه الثانيه الفراخ هتستوي لوحدها، يعني هسوي كل حاجه عشان برضو نتكلم بصراحه. مقارنه ما بين تسويه الكوسه او الخضار اكيد مش نفس تسويه الفراخ او اللحوم. دايما حتى لو اخدت بالكم من شويه في الطبق الاولاني كنت شغال الاول بالفراخ تتشوح لوحدها وتتعايش، هعمل الفراخ في الحله الكبيره دي عشان هطبق معاها بقيه الخضار بتاعي، ولو انا سايب حاجه بره او بسوي حاجه بره الطبق يبقى اكيد برضو الموضوع مناسب. احط عندي نص معلقه سمنه، مش هحط سمنه كتير اهو، اعمل لك حاجه ليها طعم كويس، مع فص توم كده، وابدا ادلعهم الاول مع بعض كده اهو، يسيحوا ويسخنوا براحتهم خالص. وفص التوم كانك بتعملي طشه ولكن من غير كزبره ناشفه اهو، سيبها تسخن سيكه. وتعالى حط كمان سنه زيت هناك على الحله السخنه اللي سخنت مني دي. تمام، سنه زيت لطيفه، وابدا انزل عندي بكميه الفراخ كده اهو كانك بتشويها واحنا شغالين فلفل اسود كالعاده على وش الفراخ. هاجي عندي هنا عندي شويه النار، ريحه التومه طلعت طبيعي، توما مع معلقه سمنه اكيد تدي نفس كويس جدا. هنزل عليها على طول بحبه الكوسه دول مع بصلايه ناعمه جدا اهو، سيبهم على جنب هنشوف هنعمل فيهم ايه. هوسع لنفسي واشيل الحاجات اللي مش لازمه خالص. و الفراخ دي تقلبتين حلوين كده، واسيبهم يكملوا تسويتهم، وعندي فص صغير جدا. بعد كده ان شاء الله يكون الفراخ دي استوت، يبدا الكوسه كمان تكون اتدلعت شويه، وهبدا اقفل الكلام ده كله واحده واحده ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل شوحنا الكوسه خدت لونها تمام التمام، عندي الفراخ نفس الموضوع خدت لونها، ابدا اطبق بقى حاجتي واحده واحده وانا مستريح، ما عنديش مشاكل في تسوياتي. شوف يا حماده المنظر عامل ازاي اهو، شايف المنظر؟ وابدا اعمل ايه؟ احط حاجتي واحده واحده. الفلفل الالوان متقطع كبير النهارده شويه، وهو مطلوب كده يكون كله بشكل يكون مختلف عن كل مره، لازم نغير. حبة المشروم نفس الموضوع اهو،
وعندي من عندي كمان حبه كرفس على كرات على التست، خلي الحاجه تبقى مطعمه شويه. وقلب كده اهو بالشكل ده. تعالى انا راجع بص المنظر التاني عامل ازاي. شايف الكبسه حماده اهو، اي كله في نفس الوقت شغال. حبايه الرز عامل ازاي، الفراخ تسويتها باينه، كل حاجه واضحه جدا. غطي عليها وسيبها برده، البخار ده بيسوي لي حاجه. واجي هنا الخضار بتاعي واضح جدا، انا مش هعمل لها صوص، انا عايز تبقى زي كده يعني، مش هحط لها عصير طماطم ولا صلصه ولا احط لها كريمه ولا لبن ولا اي حاجه، سيبها زي ما هي كده. هنزل بقى كمان دلوقتي بالطماطم الدراي على الوش، تمام، وزيتون لو حبينا في الاواخر، ولكن عايز احط عليها حبه زعتر حلوين كده، ولكن يتفرموا الاول. كده اهو، واروح عامل كده قلب. ريحه كل ما نحط حاجه ريحه بتعلى اكتر، لان هي طبيعي كده اهو. طب يا شايف الحاجات دي هتستوي ولا انت شايف ايه؟ يا فندم حضراتكم يعني السؤال دايما انا بسال لنفسي وبرد برضه لحضراتكم طبعا. باينه كل حاجه هنا، اللي سوى الفراخ هيسوي الخضار، يعني ايه؟ يعني تسويتك طول ما هي مظبوطه او مهدين النار مش عواطين الدنيا، كل حاجه هتيجي في وقتها وتستوي. الكبسه الناحيه الثانيه واضحه جدا زي ما حضراتكم شايفين اهو، شايف المنظر؟ اغطي نغطي. يلا بينا نخش على الطبق الثالث. على الطبق الثالث، الطبق الثالث اسهل مما يكون، مرقتي حلوه، وهتكلم قبل ما اشتغل. دايما الحاجات اللي ممكن تكون بتخلي الشيف اللي بيطلع على التلفزيون، او هتكلم عن نفسي، بيبقى واضح قدام حضراتكم ان الحاجات بتخلص بسرعه. ده ايه؟ اكيد مش ساحر، واكيد مش بشتغل بحاجات مش موجوده في البيت، واكيد كمان بعمل حاجات تكون لوجيك او معقوله او موجوده في كل حته. اللي بيفرق ايه او اللي بيسهل الامور؟ اول حاجه ان بصلك مفروم، المرقه بتغلي، الحله بتسخن، الحاجات دي لو حضرتك عملتي بالظبط زي ما انا بعمل بالظبط اقسم بالله هتعملي اسرع مني. يمكن انا بتاخد مني وقت لسبب، ممكن معايا تليفون او على الهوا طبعا، او زمايلي بيكلموني في الكنترول في ودني اطلع فاصل، او ممكن اكون بكلم في معلومه او كالعاده برغي يعني. حضرتك في البيت ممكن ما تعمليش الحاجات دي كلها، هتكوني بتعملي الحاجات دي لوحدك باقل من خمس دقائق، ولو معاك التليفون مش تحسي والله بالحاجات دي كلها. الموضوع ابسط مما يكون، ولكن حبه المرقه اللي بيغلوا دول يفرقوا معاك كتير جدا. الحله دي تفرق معاك كتير جدا لما تكون سخنه، حاجتك تكون جاهزه ريحي نفسك. طب نعمل ايه يا شيف؟ والله يا فندم حضرتك لو دخلت المطبخ قبل ما تطبخي بنص ساعه خلصتي وظبطتي كل حاجه، خش بعديها كمان شويه. اقل ما انت دخلت المطبخ الاول اقل من نص ساعه دي حضرتك هتعملي الطبخه اللي نفسك فيها. طيب الشوربه اللي هتعملها ازاي؟ والله ولا حاجه، اوسع بس كده شويه. الحله دي خلاص بتغلي وجاهزه، بص مرقه عاديه جدا، ومرقه برده ما تضحكش عليك وجايه باربع خمس مكعبات من بتوع كلور ولا يهزك، اربع خمس مكعبات بتوع كلور، فرمهم في حله ميه حلوين وسيبهم عندي شغالين. صدر الفراخ الاول بسم الله، واعمل كده حلو الكلام مع معلقه لطيفه بسم الله، فلفل اسود كالعاده تمام، تشويحتين لطاف، شايفهم ولا مش شايفهم؟ والله ولا شايف حاجه. الدخانه بصلايه حلوه، قلب اهو، واضحه كده يا فندم؟ ندي حته زيت بقى كمان اهو، كرفس وكرات، قلبهم كويس اهو. على التست كمان بمعلقه زبده ومعلقه دقيق. ليه؟ هعملها بالكريمه، ممكن اعملها بالكريمه، وممكن لو مش حابين نعملها بالكريمه ما نحطش من دلوقتي يعني. بص لو همشيها شفاف خليها مشيها شفاف تكون واضحه قدام حضراتكم مش مشكله.
واعمل ايه بقى؟ اجيب عندي بسم الله المرقه بتاعتي. العب اهو. شكرا. ايه بقى تاني هتحطه عندك؟ ونصيحه، واحنا بنقلب الخضار بتاعنا ما نسيبوش يتحرق مننا، عشان لو اتحرق هيبان قدامنا على وش المرقه ان الحاجه سودت. عشان كده بس هي اللحظات الاولى في اي طبخه تبقى الاساس. سنه ملح بسيطه، فلفل ابيض او اسود حسب اللي عندي. انا احط فلفل ابيض عشان دي كلير او شفافه تبقى الحاجه واضحه، واروح مغطي واروح موطي النار. منتهى البساطه، خلاص خلصت الشوربه. هي تشويح مش حكايه، يعني مش فكره كبيره يعني. طيب تعال نبص على اللي بعده. عندنا طبقين بخار شغالين والدنيا تمام وزي الفل اهو. شايف المنظر؟ الخضار اهو. ايه يا حمود انت فين؟ اهو. والزوز معانا ولا علينا؟ اكيد. ولا موحي ولا خولي؟ خولي واقف على الكرين. ايه اسد النهارده وموحي؟ بسم الله ما شاء الله. استاذ تغريد، دول زمايلنا، دول المصورين اصدقائي اللي معانا. وانا بقى في المسجل بيني وبينكم يعني مفيش هوا، احب انكش كده زمايلي شويه، يقعدوا يبصوا نظرات غريبه كده. غدير، ما انا عارف ان اسمها غدير، بس هي عارفه ان انا دايما بحب اعمل كده معاها. حبيبتي تمام. زي ما حضراتكم شايفين غدير دي بنتنا، يعني غدير دي كانت جايه معانا تشتغل وهي لسه صقلوله، صح ولا لا؟ هي والاستاذه ساره، مفيش كلام يعني. وبرده مي، يعني دول اخواتنا الصغيرين وما فيش هزار يعني، انت اساميهم. بس هو دايما كده زي ما بقعد اقول لك يا حمولي، عادي جدا يعني بتمشي يا حمودي. هو اسمه حمودي، محمد خالد مخرج عظيم، نقول له يا حمودي. ليه حمودي؟ ناس كتير جدا بتقول له في الشارع يا حمودي، فكروه جاي من 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 بلد خليجيه يعني، هو الراجل من الدقي يعني. عادي جدا. نعم، عايز تقول ايه؟ ولا اي حاجه، اقفل الحلقه بس كده كفايه. طيب عايز فاصل؟ طيب حاضر. هنا ده خلاص يعتبر خلصان على الغرف. ممكن نديها تقليبه بس كيس مكرونه في النص كده لو حابين، اهو يعتبر بنسخنها شويه. وده على الغرف على طول، بس انا اديك تقليبتين حلوين كده واطلعك بس اوريك منظر الطبق عامل ازاي. شايف؟ اهو اهو، من غير صوصها، هي منها فيها كده بصلتها وحاجاتها كلها. ما استناش عليها كتير، ممكن تعلي بقى لو حبيت. بص 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 الحركه دي، بص زوز، بص 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 زيت زيتون على الوش كده اللي طرطش منه الحال. ماشي، عايزين نحط حبه زيتون برده. ماشي، يعني هو طبق باستا لطيف جدا وما نستناش اكتر من كده. اهو نروح جايبين طبق في الشياكه عشان الراجل المخرج قبل ما يطلع الفاصل يشوف حاجه يطلع منها. ها، انا هخرج قريب وانت تطبخ قريب، تبقى كارثه بقى ان انا اخرج دي. بسم الله، يلا بينا. ادي طبق بكل بساطه لحضراتكم محمود، بكل سهوله. ده سهل جدا وبسيط. شايف المنظر عامل ازاي؟ ده احنا عملناش منه حاجه، شوحنا الفراخ وظبطنا الدنيا. ده زي ما قلنا من شويه، ده مقدم لحضراتكم من اصل حلو. تعالى نطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نشوف اخبار الكبسه ونشوف اخبار الشوربه. ثم نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع رؤى مهنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا الشوربه مشغلين عليها. الخرشوف لو ني او لو فريش عادي جدا يتشوح في الاول، لو هو فروزن زي ده يعني اوريدي مستوي تحطيه في اخر غلوه، ما تزودش عن كده. اه اخر غلوه، ما ولا اكتر ولا اقل، نزل كده ياخد غلوه واحده ويطلع على طول مع الفراخ مع الخضار بتاعه، سيبه. طيب نرجع للكبسه. الكبسه بصراحه اتشربت وبقت زي الفل زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه، ما فيهاش اي حكايه. بص المنظر عامل ازاي. برده بيني وبينكم البهارات ليها عامل اساسي، وبرده طبعا اكيد مكعبات كنور ليها طعم كويس، والفراخ متشوحه بشكل بسيط. حاجه تتعمل بكل بساطه. ايه بقى هنقدم؟ لا اصبر بس نجود شوي. حبه بصل محمر كده كده اهو، حلو الكلام. وهنا كمان دول يعني حبه لوز بساط كده على الوش
كده انسى خلاص يعني هتيجي على اه يلا خلينا ناكل ونتبسط بس ولا اكتر ولا اقل نطلع بيه على طول على المائده زي ما اتفقنا موضوع اسهل مما يكون اهو ده مقدم لحضراتكم من كنور فاين فود مكعبات مرقه 12 اوفر مكعبات مصر بعمل اعلان رسمي يعني كده عادي جدا طيب عندي كنا بنتكلم بنقول ايه الشوربه دي زي ما حضراتكم شايفين منتهى البساطه خلاص غلوتها اللطيفه اهو نجيب لها بوله حلوه اهو اهو بسم الله الله حلو كلام والحله ما بتكدبش يعني حاجه كده ايه بتاعت زمان فاكر انت الاعلام بتاع زمان ده انك الحله ما بتكدبش كان بيقول كده القطنه ما بتكدبش تمام اخر حاجه لحضراتكم طبق الشوربه منتهى البساطه والسهوله كان معاكم النهارده ثلاث اطباق اسهل من بعض طبق كبسه فراخ وطبق مكرونه معموله بالفراخ بشكل مختلف جدا وسهل وبسيط وطبق شوربه خرشوف بمرقه لطيفه جدا منتهى البساطه يعني بالهنا والشفا لحضراتكم دي كانت حلقتنا وحلقه جديده والسلام عليكم.